مقابلة اللي ما غاديش تكون سهلة بحال ديما تشامبيونز ليغ كتبقى مستوى عالية في الافريك، اي ماتش ماشي سهل. لاعبين في الدار دونك مهمة نديو هاد الثلاثة النقاط باش نبداو مزيان لا كومبيتيسيون، ودري عارفين لا ريسبونسابيلتي اللي عندهم، ومزيان ملي جا الماتش طنجة باش ندخلوا في لا كومبيتيسيون، علاش لا بريباراسيون كانت طويلة بزاف. هاك الحمد لله عندنا الثقة باش ان شاء الله في الدار نجيبوا النتيجة ديالنا. عيابات بحال اللي قلت عندنا بنيشو اللي غنشوفوا اليوم واش يقدر واش يدخل واش يقدر يبدا من الاول، ما با بخون دو ريسك، متراجي حتى هو محال يقدر يبدا. عندنا رحيم مازال معات، عندنا ابو الفاتح اللي مازال معات، دونك غنشوفوا لي شوا. انا الحمد لله جبران وعاد تطلع لي راجعين من لي سسبونسيون، دونك فوالا هادشي اللي كاين.